لهذه الرحاب، رحاب مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لتعيش هنا بعض أيام رمضان منطلقة إلى بيت الله الحرام لتؤدي عمرة في رمضان. والعمرة في رمضان أيها الإخوة في كل مكان ماذا تعدل؟ تعدل حجة مع خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة المؤمنون، أينما كنتم في هذه اللحظات المباركة التي تسبق وداع ليلة وتر من ليالي رمضان المبارك، اللحظات القلائل التي بعدها ينطلق صوت الحق مناديا لأذان الفجر، هنا على المؤمن أن يقف رافعا كلتا يديه إلى الواحد الأحد، إلى الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الإخوة أينما كنتم، بعض من الذين هنا في هذه الرحاب، بعض منهم ما زال يتلو كتاب الله في شهر القرآن، هذا الشهر الذي بقيت منه أيام معدودة، ويودع يودعنا ونعيش أياما وأشهر لننتظر رمضان. اللهم كما بلغتنا أول رمضان وعشنا أيامه، بلغنا خاتمة رمضان وأعده علينا، وأعدنا إليه يا الله، أعدنا إليه أعواما عديدة وسنين مديدة، مجتمعين غير متفرقين يا رب العالمين. المؤذن الشيخ عصام بخاري ينادي في هذه اللحظات لأذان صلاة الفجر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة الله أكبر الله أكبر. لا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان ارتفع صوت الحق من مسجد الهادي البشير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مناديا لصلاة فجر 23 من رمضان، فجر يوم الجمعة. ويوم الجمعة أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان هو يوم عيد للأمة الإسلامية، لأنه نهاية أسبوع من العمل، فيأتون إلى بيت من بيوت الله يذكرون الله ويسبحونه ويسألونه العفو والعافية، ويستمعون إلى خطبة الجمعة التي يوجه فيها إمام وخطيب الجمعة الأمة الإسلامية إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نداء من السماء إلى هذه الأمة بأنه إذا أذن المؤذن ونادى لصلاة الجمعة أن يترك الإنسان الدنيا وما فيها ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأله الرحمة والمغفرة، أسأله العفو والعافية والفوز بالجنة والنجاة من النار. مسجد المصطفى أيها الإخوة المؤمنون، وكما تنقل لكم كاميرات التلفزيون، امتلأ تماما بالمصلين رغم التوسعة العظيمة الذي أشرف عليها وتابعها خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية. امتلأ بالمصلين الذين قدموا من كل قطر من أقطار المعمورة، أتوا ليعيشوا روحة رمضان، ليعيشوا هذه الذكرى العطرة، ذكرى هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ليعيشوا ويتذكروا رمضان، رمضان الخير، رمضان الرحمة، رمضان الانتصارات الإسلامية. يأتوا إلى هنا لأن رمضان أيها الإخوة في كل مكان هذا الركن من أركان الإسلام الذي خصه الله سبحانه وتعالى بالثواب وبالأجر عن سائر أركان الإسلام، فقال سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لأن الصوم عبادة سرية بين العبد وخالقه، لا يعلم بالصائم إلا الواحد الأحد، لأن الإنسان لا يمكن أن يكذب في هذا الركن من أركان الإسلام فيقول إني صائم وهو ليس بصائم. ولهذا هذه العبادة خصها الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب. أيها الإخوة في كل مكان، إلى أن ينطلق صوت الحق مناديا لإقامة صلاة الفجر نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم يا الله، حنن علينا عبادك، اللهم اغننا عن الشرار يا أرحم الراحمين، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. أسألك يا الله بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك يا الله الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر عملي وأن تعينني يا الله على عمل الخير. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. بسم الله الرحمن الرحيم عن يميني، بسم الله الرحمن الرحيم عن شمالي، بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي، بسم الله الرحمن الرحيم من خلفي، بسم الله الرحمن الرحيم من فوقي، بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبي، بسم الله الرحمن الرحيم قابض علي بناصيتي. أعوذ بعزة الله وعظمته
وبعزة الله وقدرته، وبعزة الله وسلطانه، وبعز جلال الله، وبعز الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما تحت الثرى، ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أقي بها نفسي وديني وأهلي ومالي وجميع نعم إلهي ومولاي وسيدي، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، أنجو بها من إبليس وشياطينه ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أكف بها عدوان من اعتدى علي من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استغاثة بقوة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استجارة بقدرة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستعين بها على محياي ومماتي وعند نزول ملك الموت بي ومعالجة سكراته وغمراته. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وتوبة يا الله عند الموت وراحة بعد الموت والعفو والعفو يا الله عند الحساب، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، هذه لحظات من لحظات الرحمة والمغفرة، هذه لحظات من لحظات الراحة النفسية التي يعيشها الإنسان قبل أن تقام صلاة الفجر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب
الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا
يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قضيت شعائر صلاة الفجر في هذه الرحاب المباركة الطيبة الطاهرة رحاب مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الإخوة في كل مكان لكم تحية من الإخوة الذين قاموا بهذا النقل سامي الحازمي ماجد الرحيلي محمود صالح ومحمد موافي وهاني عز الدين محمود إبراهيم اسكندراني عبد العزيز حسن النوار عايض الجرافي يحيى عداس وعبد العزيز النوار ومن الاستوديو الحرم حمزة محمد علي جنديل أيها الإخوة في كل مكان لكم تحية أيضا من المشرف العام على النقل عبد المحسن محمد عراقي تحية